صور مزيفة، أصوات وهمية، أما الشخصيات حقيقية. حملات تستخدم الذكاء الاصطناعي لانتحال أصوات شخصيات بارزة في العالم لم تعد تقتصر على المشاهير والفنانين، بل طالت أيضا شخصيات سياسية غائبة منذ سنين. تسجيلات للرئيس السوداني السابق عمر البشير انتشرت وحققت آلاف المشاهدات على تطبيق تيك توك، لكنها مزيفة. مقاطع عدة دوافعها غالبا سياسية، خصوصا أن السودان يعاني من حرب وانقسام حاد منذ أكثر من 6 أشهر، وغالبا ما تبدو المنشورات وكأنها مأخوذة من اجتماع أو محادثة هاتفية مشوشة، وفق تقرير لشبكة بي بي سي. تقنية ديب فيكس التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتاحت أيضا فرصة لانتحال شخصية 2 من مقدمي البرامج في بي بي سي، ماتيو أمروليوالا وسالي باندوك، للترويج لعملية نصب، ولم تستثني أيضا نجم يوتيوب مستر بيست. حملات مهمة، هكذا وصفها بعض الخبراء، لأنها تظهر كيف يمكن للأدوات الجديدة توزيع المحتوى المزيف بسرعة وبتكلفة زهيدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حملات قد يكون لها مستقبل يزيد من تعقيدات المشهد السياسي، لا سيما وأن تقنية اكتشاف الصوت الاصطناعي في المراحل الأولى من التطوير، في حين أن تقنية تقليد الأصوات متقدمة جدا. إياد حمود، الحدث.